يلا يا جماعه، دلوقتي احنا هنبدا نتكلم على موضوع بسيط كده فاضل لنا في الايرورز قبل ما نبدا بقى الجزء الاصعب في النهارده اللي هو الاكسترا اوكلر ماسلز. نبدا موضوع كده صغير اسمه بريسبيوبيا. في ناس كده بيسموا الموضوع ده اكوايرد هايبر ميتروبيا، ولو ان يعني التسميه دي مش مظبوطه قوي. دول الناس اللي بيجوا في مرحله ما من عمرهم بيحتاجوا يلبسوا نظاره قرايه. اظن انتوا عارفين كويس قوي ان احنا كلنا طول ما اللايت ريز بتقع على عينينا بارلل دي جايه واقعه على عيني بطريقه مريحه. وهي امتى اللايت ريز بتقع على عيني بارلل؟ لو الاوبجكت يبعد عن عيني 6 متر او ابعد، ساعتها اللايت ريز دي بتقابل الكورنيا اللي هي الباور بتاعها كعاده 42 ان افريج دايوبترز، اللينس كمان الباور بتاعها 18 دايوبترز، الاثنين بيساعدوا بعض ان الصوره تتجمع على الرتنة. المعضله او المشكله لما كنت تمسك نير اوبجكت، يعني موبايلك، ساعتك، كتاب، اللايت ريز بتيجي من هذا النير اوبجكت اللي هو احنا يعني اتفقنا كده بستاديز اتعملت على عدد رهيب من البشر ان المعظم اعتاد انه يبص على نير اوبجكت لما تيجي تتامل كتاب او موبايل من مسافه حوالي 33 ل 35 سنتي. اذا دي النير وورك، ده النير وورك او الريدنج ديستنس اللي معظمنا بيستخدمه. دلوقتي اللايت ريز هتيجي من فيري نير اوبجكت بالمنظر ده دايفرجن، فلو قابلت الكورنيا بنفس الباور واللينس فضلت بنفس الباور كان مصير اللايت ريز طبعا تتجمع فين؟ تتجمع ورا الرتنا، لان الريز جايه بطريقه اصعب، بدل ما كانت هتيجي كده على عينيا بقت جايه مفتوحه. فعلى ما الكورنيا واللينس يخلوهم كده وبعدين كده وبعدين يبداوا يتجمعوا هيتجمعوا في مسافه ابعد. اللي كان بيحل لنا المعضله دي مين بقى؟ اللينس. عندها ميكانيزم اسمها اكوموديشن. اللينس بتاعتنا اول ما يحصل الاستيميلس بتاع ما يسمى بالنير ريفلكس. وايه الاستيميلس؟ ان اللايت ريز تتجمع فين؟ ورا الرتنا. اللينس دي على طول تروح عامله كده تكلبز، يعني الكونفكشن بتاعها ايه؟ يزيد. فالباور بتاعها يزيد من 18 وصل 20 21، يعني تزود الباور شويه. فنقطه التجمع بدل ما تبقى ورا الرتنا ترجع تاني على الرتنا. اللي بيحصل في مرحلة ما من عمرنا كلنا ودي سنة الحياة ان اللينس الالاستيستي بتاعتها بتقل. فاكرين ليه بتقل؟ عشان ايه اللي بيحصل جواها؟ مين دي؟ دي النيوكليس. كل ما بنكبر في السن حجم وصلابة النيوكليس بيزيد مع الوقت، وكل ما الحجم الصلب اللي جوه اللينس حجما وصلابة تزيد يبقى المرونة تقل، الاستيستي تقل، فقدره اللينس انها تغير الكيرفيتشر بتاعها تقل. عشان كده بنقول باي ديفينيشن يعني ايه بريسبيوبيا بقى؟ اتس فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نير بوينت ديو تو ديكريز او ديفكتيف اكوموديشن، ديكريز ان اكوموديشن باور او ديفكت خالص، يعني مش موجوده خالص. تاني كده فيسيولوجيكال، يعني ايه كلمه ريسيشن دي؟ انا كده هتراجع، ريسيشن هتراجع، برجع لورا، تراجع. ايه ده يعني؟ اذا انا يعني لو كنت الطبيعي المعتاد زي ما اتفقنا الاستاذ بتقول كده بمسك موبايلي كده عشان اشوف دلوقتي محتاج اعمله كده، خدت بالكم انا ببعده ازاي؟ هل ده طريقه للتحايل فعلا وهل كده هشوف افضل؟ بالتجربه والخطا ايا كان البني ادم ودراسته ايه او حتى غير متعلم اكتشف انه لما النيور اوبجكت حطه في المكان المعتاد مش شايفه، لما ببعده بيشوف احسن. ايه الفكره؟ الفكره ايه رايك لو النير اوبجكت بدل ما هو هنا بقى هنا؟ مش ده معناه ان اللايت ريز هتيجي من هذا الاوبجكت بدل ما جايه مفتوحه كده هتيجي لس دايفرجن؟ خدت بالك الاحمر جوه الاسود ازاي؟ مش احنا قلنا كل ما الاوبجكت قرب كل ما الريز راحت مفتوحه قوي، والعكس كل ما الاوبجكت بعيد الريز راحت لس ايه؟ دايفرجن. فاذا هنا الفكره ان انا كل ما ابعد الكتاب او الموبايل الريز هتيجي بطريقه اسهل على عينيا، وبالتالي ممكن تتجمع على الرتنه. اذا كل ما بتكبر في السن كل ما الاكوموديشن باور بيقل. وانتوا عارفين المعلومه دي ساعه ما شرحت الهايبر ميتروبيا، فاكرين لما قلت لكم ان احنا واحنا اطفال تحت 10 سنين فاكرين عندنا اكوموديشن قد ايه؟ 14 دعات. ولما بنوصل عند سن 30 سنه بننزل النص 7. وعند السن ده بقى قلت لكم الرقم ده سهل، 40 سنه عندنا كام دعات؟ 4. 45 سنه كام؟ 3. 50 سنه كل 5 سنين ناقص واحد بقى 2. 55 سنه واحد دايوبترز بس. الى يعني اذا كل ما بكبر 5 سنين في العمر من بعد ال 40 كل ما الاكوموديشن تقل لغايه لما اوصل عند السن ده
55 سنه واحد اكتس بس الى، يعني اذا كل ما بكبر 5 سنين في العمر من بعد ال 40 كل ما الاكوموديشن تقل لغايه لما اوصل عند السن ده. انا حتى قلت لكم جمله كده اعتراضيه، قلت لك 60 سنه بيديله ربع مجامله، هو اصلا ما عندوش خالص يعني. فاذا اول ما اوصل للاعمار دي 40ات 45 وانت طالع والاكوموديشن باور عماله تقل، اذا بلاقي ان انا لما ببدا الكتاب بشوف افضل علشان اخلي الريس تيجي على عيني بصوره اسهل. عشان كده بنقول ديفينيشن اوف ريس هيوفي ايه؟ فيسيولوجيكال ريسيشن اوف نير بوينت ديو تو بروجريسيف. ايه بقى؟ يعني يا ريت نعدل الكلمه دي عشان نبقى فاهمين اكتر. هي الليمف كلها بقت سكليروتك ولا جزء معين؟ مين اللي حصل له سكليروز؟ التيبس يعني بقى ناشف اكتر. النيوكليس. يعني وانت عايز تبقى مور سبيسيفيك هتقول لي ديو ديكريز او ديفكت اكوموديشن ديو تو بروجريسيف نيوكليير سكليروزس، يعني النواهي اللي جوه الليمف بقت اكثر صلابه. طيب هنا عاده بقى الشكوى تبدا عند سن كام؟ وهي ايه الشكاوي اصلا؟ بص الشكاوي ترتيب الاحداث ازاي هقولها لك الاول وبعد كده نفكر. اعتقد كلنا عندنا المعلومه، اي عضله في جسمنا يا جماعه بتعمل ماكسيمم كونتراكشن مده طويله ممكن تدخل في سبازم ولا لا؟ والسبازم ده مؤلم مش كده؟ فاذا ايه رايك لو انا حلتي كميه معينه من الدايابترز كاكوموديشن وعملتهم كلهم يبقى العضله كده عامله ماكسيمم كونتراكشن ولا لا؟ يبقى كده ممكن ادخل في وجع في عينيا، لان العضله دي جوه العين اسمها مارسيليا دي مصر. فاذا اوكلر بين وهيدن دي كلمه سميناها اكوموديتيف اثيروبيا. الشكوى الثانيه اللي ممكن اشعر بيها ان انا محتاج ابقى الكتاب عشان اشوف اصلا، يعني بقيت حتى وانا كده سيبك من الصداع والوجع انا محتاج ابقى الكتاب عشان اشوف، علشان واضح ان الاكوموديشن عماله ايه تقل. يعني البني ادم يجي يشتكي لي يقول لي يا دكتور انا بقيت ابعد الكتاب والموبايل عشان اشوف، لو المسافه المتعود عليها طول عمري ما اشوفهاش. فهو جاي يتساءل ليه كده؟ طب ايده خلصت الاكوموديشن السؤال زياده ومش شايف دلوقتي، يعني الاول كان شايف كده دلوقتي حتى والكتاب هنا مش شايف، لان كل ما بيكبر في السن كل ما الاكوموديشن عمال ايه بروجريسيفلي بالديكريز. فيقول لي حتى والكتاب بعيد عن عيني مش شايف، يعني دلوقتي كمان بقى مش شايف ليه؟ بص اذا الشكاوي تمشي كده مصدع اكوموديتيف اثيروبيا وعايز ابعد الكتاب ده اسمه ريسيشن ومش شايف يا دكتور خالص، ده كل ما بيكبر في السن يعني كل ما بيروح من ايه. طيب تعالوا بقى عشان لو جالك سؤال زي كده تريكي، هو هيعمل ايه؟ بالديكريز. فيقول لي حتى والكتاب بعيد عن عيني مش شايف، يعني دلوقتي كمان بقى مش شايف ليه؟ بص اذا الشكاوي تمشي كده مصدع اكوموديتيف اثيروبيا وعايز ابعد الكتاب ده اسمه ريسيشن ومش شايف يا دكتور خالص، ده كل ما بيكبر في السن يعني كل ما بيروح من ايه. طيب تعالوا بقى عشان لو جالك سؤال زي كده تريكي، هو هيعتمد على انك انت عندك فكره، يعني سؤال مش مرتبط ان المعلومه لازم تكون مكتوبه، سؤال معتمد انك انت تكون بتفكر. انا لو بني ادم اي متروب، خلي بالك ربنا ادانا الستاندرد باور بتاع عينينا الستاندرد عشان يثبت الصوره عارفنا بالنسبه لاي نوع من الفيجن من الريز الكهرباء. فاذا الستاندرد باور يعني تقدر تقول كده ده الستاندرد زيرو باور، يعني هو ده الباور الطبيعي بتاع عينيا لما الري تقع تقل تتجمع عارف اللي هو، يعني بص مثلا انا اهو انا عامل لك هنا رسمه عايز اقول اللايت ريز الباراليل اهي هتتجمع عارفنا. ايه رايك لو انا مسكت كتاب عايز اقرا فيه واحنا اتفقنا المسافه الدوليه المعتاده للقراءه كام سنتي؟ يبقى انا محتاج ازود على الستاندرد الباور ده قد ايه؟ فاكرين لما قلنا ان قوه اي عدسه في الدنيا عايز تحسبها البي يعني الباور ايكوال 1 اوفر اس، انا دلوقتي عايز ابقى فوكس على كام سنتي؟ 33 سنتي. خلي بالك القانون بيقول بي ايكوال 1 اوفر اس، بس بشرط الفوكال ديستنس دي عشان يبقى اللي فوق واحد لازم تكون ان تيرم اوف ميترز. انا دلوقتي عايز افوكس على كام سنتي؟ ففيك انك تعمل حاجه من اثنين، يا تقسم يا تخلي اللي فوق 100 وتخلي اللي تحت بالسنتيمتر زي ما هو، يا اما تخلي اللي فوق واحد بس تحول ال 33 سنتي الى فراكشن اوف متر. 33 سنتي يعني ثلث متر مش كده؟ تقريبا مش كده؟ يعني فيك انك تقولها يا اما واحد على ثلث يا اما 100 على كام؟ 33 سنتي. النتيجه في الرقمين كام؟ او المعادلتين دول كام؟ محتاج ازود كام ده اكتر يعني؟ اذا اي بني ادم طبيعي عايز يقرا محتاج يزود على الباور الستاندرد بتاع عينه كام دايوبترز، يعني وكأن الصوره
بدل ما كانت هتتجمع على الرايت. انا بالنسبه للبارلل لما اجي امسك كتاب الصوره تروح ورا بكام ده افترز، يعني محتاجه عشان اطلعها قدام محتاجه ازود الباور بتاع اللينس كام؟ 3 بعد. حلو كده؟ ده الانسان الاي متروب اللي زي حالتي اللي هو اللايت ريزر بارلل تجمع على الرايت. حلو، يبقى انا المفروض انا كبني ادم ابدا اشتكي امتى؟ هو انا حيلتي 3 دوافتر لغايه سن كام سنه؟ يبقى عشان كده بنقول ده سؤال ام سي كيو ممكن يقول لك الافريج ايج اللي ستك ممكن تحتاج تستعين بنظاره قراءه او هتبدا اصلا تيجي تشتكي من الموضوع اللي اسمه بريسبايوبيا لو كنت بريفيسلي ايميتروب هو سن كام؟ 45 سنه. طب تعالوا نفكر بقى علينا، والله المعلومه دي عندكم بس هنربطها ببعض دلوقتي. لو بني ادم اصلا هايبر متروب، هو انا بقول لك انت ايه متروب ولا انت هايبر متروب ولا انت مايوب بالنسبه لاي نوع من الريس؟ البارل. فلو انا بني ادم وقع تحت ايدي هايبر متروب يعني الريس البارل اصلا بتتجمع ورا الريتنا ومحتاج عشان يجيبها على الريتنا بلس 2 يعني عدسه نضاره بلس 2. حلو كده؟ يبقى لما يجي يقرا صورته هتقع ورا اكتر ولا لا؟ يعني ورا البوينت دي بثلاثة ضعف، يعني محتاج كام عشان يجيب القريب على الريتنا؟ الاثنين بتوع الفار وزود عليهم مين بقى كمان؟ احنا الثلاثة قلنا خلاص أي حاجة قريبة ستك محتاج تزود باور قد إيه؟ يعني محتاج قد إيه ده عشان يجيب السرعة على الريتنا؟ 5 ضعف. وهو من إمتى ما عندوش 5؟ ده من قبل ال 40. فاكرين لما شرحت أنا الهايبرميتروفيا؟ اديتكم حاجة اسمها كومبوننتس، فاكرين؟ وبعد ما اديتكم حاجه اسمها كومبوننتس اديتكم ثلاثه اكزامبلز. قلت لك الطفل اللي كان عنده 10 سنين او 7 سنين ما كانش بيشتكي خالص صح؟ عشان كان عنده اكوموديشن حديدي 14 دقائق فيصلح الفار ويسرح مين كمان؟ فاكرين بقى الادلت نفسه لما كان عنده نفس الاماونت. نرجع للموضوع ده، الامثله اللي انا شرحتها كنت بقول لك الادلت اللي بيجي يشتكي من شكوتين يقول لك عينيا وجعاني ومش شايف القريب رغم ان هو كان 30 سنه. ايه ده؟ يعني اذا الادلتس او يعني فكره البريستالوفيا بتحصل في الهايبرمتروبس ايرليير ذان 45 ييرز ولا لا؟ ده ممكن في الثلاثينات من عمره يبدا يشتكي انه محتاج نظاره قراءه. طب تعالوا نشوف معظم الناس بقى، احنا قلنا الموست كومن تايب اوف ايرورز مايوبيا، مايوبيا هو الشائع اكثر. لو بني ادم مايوبيك اللايت ريس البارلل بتتجمع قدام الريتا ده البارلل. ايه رايك لو عايز تبص على حاجه قريبه؟ زي مثلا هو ماينس 2 اتفقنا ان نقطه النير بتبقى ورا الفار بكام ده افتز؟ يبقى هيرجع ورا ثلاثة. يبقى اذا عشان يرجع ورا ثلاثة هو اصلا الفار كان بيتجمع قدام الريتنا هيعدي الريتنا بكام؟ ده لغاية كام سنة عند الواحد ده افتز؟ ايه ده؟ وكأن اللي عايز احطه في دماغك سؤال ام سي كيو او ترو فولس، ان الايميتروب اللي زي حالاتي هيديفلوب ريستايوبيا عند سن كام سنة؟ 45 سنة. طيب اللي بريفيسلي هايبر متروب لا ده هيديفلوب البريسبايوبيا مشكلته مع القرايه يعني قبل ال 45 سنه بكتير. طب الانسان المايوب لا لا ده ممكن يتاخر قوي انه يحتاج نظاره منفصله للقرايه يمكن لبعد سن ال 45 بكتير، خمسينات و55. وهنا في سؤال كنا بنجيبه زمان يقول لك ثيوريتيكالي، مين الثيوريتيكالي يعني مين البني ادم المايوب اللي ممكن ما يحتاجش نظاره قرايه ابدا؟ مين؟ ماينس 3. هاي اللي هو ماينس 3 اصلا، لان ماينس 3 صورته بتتجمع هنا. فلما تيجي بص على حاجه قريبه هيعدي النقطه دي بثلاثه يروح عند مين على طول؟ يعني محتاج زيرو اكوموديشن، فاذا ممكن ما يحتاجش نظاره قرايه فور ايفر، يبقى ماشي محتفظ ماشي بنظاره المشي بس. ولما يجي يقرا يروح قال على نظاره المسافات يبقى شايف كويس قوي، لان كده ولا كده اللايت ريس بتتجمع فين؟ اذا ده سؤال كان بيجي زمان ثيوريتيكا لما كان العلم مكتمل يقول لك مين البني ادم المايوبيك اللي ممكن ما يحتاجش نظاره قرايه ابدا، كل اللي يعمله يقلع النظاره اللي هو لابسها بتاع المسافات اللي هو كان ماينس 3 دايوبترز. طيب حلول البريسيوفيا يا جماعه، يعني انا جالي بني ادم بيشتكي يا دكتور مصدع عينيا وجعاني، لما اجي اقرا مده طويله مصدع ليه؟ لانه عامل ماكسيمم اكوموديشن. يا دكتور محتاج ابعد الكتابه، ده كده حتى هو عامل ماكسيم اكوموديشن مش شايف. يا دكتور مش شايف القرار، اي شكوى من دول جالي بيها العيان يبقى عامل له نظاره ايه؟ قرايه مش كده؟ ريدنج جلاسز. او احيانا يكون البيشنت اللي جاي لي زي ما اتفقنا يكون عنده ايرور للفار، يبقى محتاج كام نظاره ده اللي عنده ايرور في الفار؟ اثنين، واحده لمسافات واحده لايه؟
فاذا ممكن اعملوا نظارتين منفصلين، لكن تسمع عن حاجه اسمها باي فوكل. ايه الباي فوكل دي؟ اعتقد كلكم شفتوا النظاره دي. فيها جزء داون اند اوت كده، حد فاصل كده، ده يقول لك انا اسف داون اند ان. انا اسف انا عملت العكس، انا عشان الرسمه دخلت في بعضها. تاني اهو هتقول لي اه احنا بنشوف نظارات مقسومه كده فيها مربع صغير داون اند ان، ده المكان اللي هيبص من خلاله لما يجي يقرا. طب لما يجي يبص على حاجه بعيده هيبص من الجزء الاب اند اوت ده هنا. هتقول لي طب هو البيشنت هيتعلم؟ هو مش هيتعلم، هو سيب نفسه. اصل احنا دايما لما بنيجي نعمل اكوموديشن لازم نعمل معاها ايه؟ كونفرجنس. فانت وقت القريب اصلا غصب عنك سيادتك عينيك بيقربوا من بعض، شايفين دخلوا بعض جوه زي. فاذا انت كده ولا كده هتبص من خلال الجزء ده غصب، ده ريفلكس اصلا. فاذا كل ما يجي يقرا هيبص من خلال الجزء الداون اند ان. كل ما يجي يبص بعيد بقى، انا بعد ما ابص على اصبعي كده لو بصيت على حاجه في اخر القاعه هتلاقي انا عامل دايفرجنس. اذا في كونفرجنس وايه؟ وده ريفلكس. الفار فيجن بتعمل له دايفرجنس، النير فيجن بتعمل له ايه؟ هتقول لي يعني الكلام النظاره دي سهل يتعود عليها؟ اه بس بشرطين. اولا لازم يتقبل ان الفريم لازم يكون حجمه كبير، ما ينفعش اعمل نظاره كده باي فوكال في فريم صغير، والا دايما عينه لما هيجي يبص ما بين القريب والبعيد هتيجي عند الجنكشن ما بين المقاس بتاع الفار هنا عند الخط ده، وده بيعمل حاجه اسمها بريزماتيك افكت، يعني بيشتت اللايت ريز، يعمل زي البريزم، وده هيضايقه جدا. فلازم يكون حجم النظاره كبير عشان كل جزء منهم يبقى مساحته كافيه انه يبص من خلاله، ما يبصش عند الجنكشن ما بينه. وطبعا ده في ناس كتير يقول لك طب الشكل يعني، لكن في ناس يقول لك لا انا عايز حاجه عمليه مش مهم شكل، لان طبيعه شغله واحد موظف في بنك مثلا ايه ده؟ اه لا ما دي لسه، لا مش ما اتلغتش، هي لسه موجوده على فكره، انا هفهمك دلوقتي كويس كده؟ العدسه الواحد زي ده مين هيحتاج نظاره زي دي؟ اللي بيحتاج ينقل من الفار للنير ورا بعضه، يعني موظف في بنك بيتعامل مع كاستمر مع عميل بينه وبينه مترين ثلاثه، هو عايز يبص من خلال الجزء ده وعايز يمضي وصولات ويكتب ويملى ابلكيشنز، فمش معقوله كل شويه يروح لابس نظاره المسافات باصص لي وبعدين يروح الاقيها لابس نظاره القرايه، فهو محتاج حاجتين ينقل من ده لده كتير. فده اللي بيحتاج نظاره زي دي كتير. طبعا اذا انت فيك انك انت تدي مونو فوكل يعني نظاره المسافه واحده، وده معناه ان لو بني ادم عنده ايرور فور فار يبقى عنده كام نظاره؟ فير. يا اما تدي نظاره باي فوكل. ريسنتلي بقى عملوا المالتي فوكل اللي بتتكلمي عليه، مش كل الناس بتعملها، دي غاليه قوي. المالتي فوكل ازاز النظاره هيمكن يبقى اغلى من ثمن الفريم نفسه، حتى لو كان سينيه، حتى لو كان ماركه. النظاره مكلفه جدا، انت ممكن تعملي عدسه ثمنها 1000 ونص عدستين، والنظارة أصلا كمان 1000 جنيه يعني الفريم نفسه، فأنت كده بتكلفي مبلغ رهيب جدا، فمش كل الناس تقدر عليه، عشان كده الباي فوكال ما زالت موجودة طبعا. المالتي فوكال ميزتها إن الباور بتاع الإزاز بتاع النظارة جراديولي انكريزنج، جراديولي مش مقاسين منفصلين، فروم أب أند أوت تو داون أند إن. وأعلى مقاس طبعا هنا هو ده بتاع القراية. الميزة إن مفيش البريزماتيك إفكت بتاع الباي فوكال، لكن العيب السعر غالي قوي. طيب النظارة دي طبعا اللي بتتكلمي عليها دي لقت رواج عند الستات فيميلز، لأن أكتر حاجة بتأنوي الفيميل لحد يعرف سنها، وانس إنها لبست نظارة منفصلة أو نظارة متعلمة كده فيها حد فاصل اتعرف إنها فوق ال 45 سنة، ودي حاجة يعني بتجرحهم جدا السيدات. فطبعا تشبر في البالتي فوق، ومين اللي هيدفع ثمنها؟ جوزها اللي هو عارف سنها أصلا، لكن عادي يعني ما علينا. طيب المهم إذا دي قصة الإيه؟ البريس بيوبيا. حد عنده سؤال في البريس بيوبيا قبل ما ننقل بقى؟ هو ليه معلش ثلاثة بيأثر عشان ما خدش بالي؟ عشان احنا المسافة الدولية المتعارف عليها للنيويورك 33 سنتي. فأنا لو عايز أفوكس على بعد 33 سنتي، مش احنا قلنا عشان تحسبي قوة أي عدسة أنت محتاجاها بتقسمي الباور إيكوال 1 أوفر إف، يعني الفوكال ديستنس أنت عايزة تفوكس على كام؟ عايزة تدو فوكس على بعد 33 سنتي. تقسمي 100 على 33 لو انت هتخلي المسافه ان سنتيمترز، او اقلبي 33 سنتي لفراكشن اوف متر اللي هو التلت يعني، فيا اما تقسمي واحد على تلت
يا اما تخلي المسافه بالسنتيمتر زي ما هي سي 133 سنتي. فاذا انت محتاجه باور زياده عن الباور التقليدي بتاع عينك، الباور التقليدي بتاع عينك، عينك مظبوطه كاوبتيكال سيستم انها تجيب اي نوع من الريز على الريتنا الفار. فاذا انت الكورنيا بتاعتك واللينس بتاعتك مظبوطين يجمعوا الريز التر على الريتنا. فلو انت عايز تبص على مسافه قريبه محتاجه تزودي كام بقى عشان المسافه اتفقنا عليها خلاص في معظم الهيومن بينجز 33 سم، فانت محتاجه تزودي قد ايه؟ 3 دايوبترز على الباور المعتاد بتاع عينك. دلوقتي لما بيحصل increased sclerosis في النيوكليس ليه ده مش بيساعده اصلا ان هو يعمل يقرب الصوره؟ الاندكس بيزيد، فلما الريفراكتيف اندكس يزيد، لا ما هو ما بيزيدش فيسيولوجيكالي زي الباثولوجيكالي. ما هو لو كان بيزيد فيسيولوجيكالي ما كناش احتاجنا، كان بقى كل البشر قلبوا مايوتك للفار بقى. يعني انت عايزه تقولي ان لما يحصل سكليروزيس هنا كويس كده الباور بتاع اللينس توتال يزيد، فالبني ادمين يعرفوا يقروا، لكن البعيد بالنسبه لهم يبقى وحش يعني. يبقى انا كنت هلبس نظاره، واي حد فوق ال 45 هيلبس نظاره للمسافات بقى. يعني كنا هنحل مشكله القرايه وكان يظهر كل الناس يجي لهم حاجه اسمها اكوايرد مايوبيا، بس ده ما بيحصلش. الفيسيولوجيكال سكليروزيس ما بيزودش الباور اوف ذا نيوكليس او الباور اوف ذا لينس بالصوره اللي انت متخيله. اللي بيفرق هو الباثولوجيكال يا ولد. اوكي شكرا يا دكتور. معلش لو سمحت انا ما فهمتش فكرة النظارة، أنا فهمتها بس مش قوي. ليه أنا في النظارة اللي هي الباي اللي هي فيها على الباي فوكال؟ بص أنت دلوقتي لو أنت محتاج مثلا مقاس نظارة للفار وليكن بلس 1 يا عبد الله كويس كده، ومحتاج للنير تزود على بلس 1 ثلاثة كمان يعني بلس 4، فأنا بعمل لك إيه؟ بعمل لك نظارة الجزء ده فيها بلس 1 والجزء ده فيها بلس 4، يبقى ده هيخليك تشوف البعيد كويس، ده هيخليك تشوف القريب كويس، وكانك لابس عدستين نظاره جوه بعض او مع بعض، كانك لابس نظارتين على بعض يعني. فاهمني ازاي؟ فانت كل ما تيجي تبص على فار اوبجكت تبص من خلال الجزء ده، تيجي تبص على نير اوبجكت زي موبايل او ساعه تبص من خلال الجزء ده، يبقى انت كده عندك نظاره تمشي المسافتين. تمام يا دكتور تسلم. دكتور معلش النت فصل، ممكن تقولي كده دكتور تاني؟ طيب ممكن اقولها لك في الاخر عشان ما نقعش، يعني هي حاجه مش مرتبطه بالسكوينت، انا الاثنين سالين في الاخر عشان ننجز في القصه. اوكي يا دكتور شكرا. يلا بينا.